لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف في دارين آمنين. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما فقال ما ناكما ربكما الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما قد أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يريكم تكون عند كل مسجد وقرار مدينة
عباد الله الذي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق غلي للذين آمنوا أنكم رسل منكم يا رسول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليها تجري من تحتهم إلى النار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وعلى الأعراف رجالا يعرفون ديانا في دو علينا الذين اتعدوا ديرهم لهم ولعبا وعرضهم الحياة الدنيا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه للبلد الميت ويخرج نباته بين ربي وليه ربط لا يخرج إلا نكتا يخرج على عبد الهارف لقد ارسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم بجد لكم إلى نيوه يا عبد الهارف قال المرأة من قومي عليكم بظلال مبين يا قوم ليس بي ومن معه في البرج وكذبوه فأنجيناه والذين معه في البرج ذكر من ربكم على رجل منكم ليظهركم وذكروه يجعلكم خلفاء من بعد قوم نور قالوا وجئتنا لنعبد الله ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم معكم ما لكم من إله غيره قد جاءتهم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية وبواكم في الأرض تتخذون من صورها قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمر Yeah.
من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به فاستكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الذين إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع موسى بآياتنا يا فرعون يا موسى يا فرعون 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 يا فر
فرعون فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذلك موسى لقومه استعينوا سيبهم سيئات يتبيروا بموسى ومن معه وإنما ظالمنا ظلمنا لا يلمون قالوا مهما تفعل بنا وأرسل عليهم الطوفان والجراد والغمة ادع لنا ربك بما عهد عندك باركنا فيها وتمت كلمات كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا على كرم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على وأتممناها بأجر فتم ميعاد ربي أربعين ليلة ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجله ربه قال ربي قال موسى سيما قال موسى 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 قال موس
شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء. الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا بعده من حليهم عجلا جسدا له غبار ولما سقط في أيديهم مرار إلى قومه رادفا قال بسما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن قوما سقفوني سينالهم غضب من رب الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها سكت موسى الغضب رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أدلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة يصيب به من جاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلام وعليهم السلام وعليهم السلام وعليهم السلام
وجئنا حيث جئتم وقولوا حاضرة البحر يعدون في السبت التديم حيتان يوم سبت شرع ويوم منهم لما تعدون قوما الله ملكها سيغفر لنا وإن يأتي مرض مثله يأخذه ألم يخل عليهم ميثاق الكتاب الله يقول أنه ذلة وذنوب أنه تبع هواه فمثله كمثل الكلب إن ضمن من شيء على الله يقول قد ذهب يا ربنا
ما علم عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماء والأرض لا تدير إلا ما تدري سلام لك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لزددت من غير ما يسجد هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما يبدشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون تبرع وقيمه تجدون يا يسالونك عن الانفال غر الانفال لله والرسول تبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أيديك إذ يغشاكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم كل شيء إذ يوحي ربك
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا صدقوا في قلوب الذين آمنوا متحرفا لقتال او متعيزا لكن الله غدر وما رمد اذ رمد الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا خير الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس Oh,
فتنة ويكون فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على والله وعدوكم آخرين من دون حسبك الله والذي أيدك بنسبه وبالمؤمنين.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 سابرون يغلبوا 200 علم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إن بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يواجهوا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا Yeah.
بلادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وهم بدلوك وهم رجعت جانا والله وهم رجعت جانا قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويأتينا الشمري ويأتي الشعر المري وإذا ضوب يأتوب الله ويجعل عليهم قليل أنا زدت ما تدخل الجنة تدركه ولما يعلم الله الذين جاهدوا أن يعمروا مسجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وعمارة المسجد الحرام كما نامر بالله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يا مالي أبناؤكم أزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم يا الله فلا يغرب المسجد الحرام بعد عام قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ابن مريم الأحبار والربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
جهنم فتغى بها جباههم وجنوبهم. والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادعوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله ويحرم الله ويحرم الله ويحرم الله الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا يعذبكم عذابا أليما فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا غريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وصيبا Bye.
رزقك في الصدقات فإن ضعفها وقالوا حسبنا الله سيدنا الله صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب بعضهم من بعد يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويحبون المرافقين والمرافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين ما قبلكم بخلاقهم أخذتم كالذين ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار والدين الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله في قلوبهم لا يعبي الله
المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا كتابا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم بالله ورع المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبيل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أنا آمنوا بالله تجري من تحت النار والدين بها جارك الموت جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الذين كفروا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج بها لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لا على الذين يستأذنونك قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم سيعلمون بالله لكم إذا انقلبتم إليه كفرا ونفاقا وأجدر الله يلهم ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدى وممن حولكم من العرب مرامضون ومن المدينة مردوا بذنوبهم
الخرد صدقة تطهرهم وتزكيهم يا وسل علينا ونعلموا أن الله هو يقضى تابد عباده ونعلموا أن الله هو الرحيم وقل المنوب وزير الله عملكم رسول المؤمنون وسترد لمن حارب الله ورسوله لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التوى من أول يوم إن حق أن تقوم فيه خير أم من أسس بنيانه على جفا جرف ذلك لا يزال بنيانهم الذي يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل الصامدون السائحون الراكعون الساجدون الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ومن حولهم من الأعراب أن يتغلبوا عن رسول الله فلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موضعا يغيظ الكفار ولا صغيرة ولا كبيرة ولا ينزعون هذه الله قد جعل عبيده
فرقة من الله وبشر الذي أمر أنه على ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل أو قائما فلما كشفنا عنه ضره فرأت لنا غرعنا من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون أن أبدل يكون بدل قائل أسيا
فلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون واحدة فاختلفوا ولا كلمة يقولون لولا أنزل عليه آية من ربي وإذا أذرنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إلى لهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنها محيطة بهم في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ولا يرحب وجوه والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم للذين أجركوا مكانكم ثم جاءكم والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يريد الحياة قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق
فأتوا بسورة إلا زادا من النار وإما نرينك بعد الذي نعدو إلا ما جاء نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأثر الندى جعلتم من حرام وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من تذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أجمعوا أن تلتقوا خيري
وما زالتكم من أجل الله فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوه وجدنا عليها فلما جاء قال موسى وملأه زينة وأمالا في الحياة الدنيا ربنا فأطبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى كنت في شك مما انزلنا اليك آمنت فنفعها إيمانها إلا يوم السماوات والأرض والجبال 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 والأرض والجبال
مثل أيام الذين قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى يهديكم الله وخير ما في الدين لنامي عليك سلام سيد الأنام ضوص الكرام قوله لدنا في ذي الأنام عليك سلامي تاج الرسالة يعوص الأرواح مولى العلامة وبه خضنا للدين الإسلامي عليك سلامي من نور الباري بدال الأنوار وسره ساري سرى في الأغمار إغلال الأخيار من غير إنكار مقياس الأنوار ميزان الأسرار سماه مغتار ومسك الختام عليك سلامي مقياس الأنوار ميزان الأسرار سماه مغتارا ومسك الختام عليك سلامي كن بشرا سويا لا ورى آدم عرشا وكرسيا من أجله نوره أضاءت الدنيا والبيت والمساء ودار سلامي عليك سلامي يا خير العالمين يا خير العالمين
مغضي الرغائب سر على أهل الصفا يس المضارب زكي الأنفاس طيب الأضايب قبلة الأحباء حول الاعتصام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام كنز المواهب ميدان الأصفياء مضي الرغائب سر الأسفاء صلب الظالم زكي الأنفاس طيب الأضايب قبلة الأحباء حبل الاعتصام عليك سلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام ما قولي ومدحي في علم جاهي فضله قد عيا قد مواضعه حار ذكرهم والأغل في اليتي لكنني أهفه مما أغاسي من ألم النبي وغرد العزيم عليك سلام يا في الخطب حلاه بالتغوى والمنطق والعذب هيا بنا نسعى يا سيدي غملي إلى من أتاك صوب الغمام عليك سلامي يا سماه بالهادي والغوث في الخطب حلاه بالمغتاب التغوى والمنطق العذبي هيا بنا نسعى يا سيدي غملي إلى من نداه كصوب الغمام عليك سلامي قلبي وغالبي كل يهواكم قيدت بديني أرجو نداؤكم يا لثرى عيني يوم حماكم فخوى ملاذا بكم يا إمامي عليك سلامي يا خير قيدت بديني أرجو نداؤكم يا لثرى عيني يوم حمالكم مخاوى ملاذا بكم يا إمامي عليك سلامي يا مالي وسيلة غير إحسانكم ما مع ذنبي وذلي ارتجى رفدكم فبعدكم داني شفاؤكم غربي ومتى أفوز منكم بمرامي عليك سلامي عبيدك الرزاق في ذي الفراق كن له ضبي مداوي الرزاق في الدنيا والأخرى ويوم التلاقي ويوم الفراق يوم الازدحام عليك سلامي عبيد
عبيدك الرزاق في دي الفراق كله ضبي مداوي الرزاق في الدنيا والأخرى يوم التراق يوم ويوم الفراق يوم الازدحام عليك سلامي كثير النوالي غلت أسبابه أصير الخطايا جلت أثامه عاظم ومغترف يرجوك أنه حاشاه رجاك بحيث إمامي عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام زكي النسبي يا حبي والله يا خير العربي ذكركم قوتي كنزي ومظلبي قد ضاقت حيلتي يا نبي الله قد ضاقت حيلتي يا نبي الله ضاقت حيلتي يا نبي الله منادي وحسن الختام عليك سلام يا حبيب الله يا خير العربي ذكركم قوتي كنزي ومظلبي قد ضاقت حيلتي يا نبي الله يا نبي الله ضاقت حيلتي يا نبي الله لمرائي وحسن الختام عليك سلام يا خير العربي